هاي، هاو ار يو everybody؟ انا مستر مجدي، اس اي تي تيتشر. انا عامل بدايه سلسله الفيديوهات دي عشان نبتدي الاس اي تي من الاول، من الاول خالص، يعني ناس without experience، الناس اللي ما عندهاش experience خالص. You should start from here. You should start from here. واول حاجه نبتدي فيها طبعا ماث اس اي تي. هنبتدي من الهارت اوف الجبرا. الهارت اوف الجبرا في كل الريليشن اللينير، ستارت من السولفنج ايكويشن واند اب عند ايه، سيستم اوف انيكواليتيز. وهنشوف كل حاجه بالتفاصيل، كل حاجه ان ديتيل، كل ليسون ان ديتيل. خليك معايا ونشوف اول ليسون. زي ما احنا شايفين اول ليسون solving equation، بعدين الليسون اللي وراه solving inequalities، وبعدين linear equation word problem. الكونتكست بتاع اللينير موجود كتير في الاس اي تي. الابسوليوت فاليو equation والابسوليوت فاليو inequality مش موجودين كتير، بس هم في اللينير وبيجوا ساعات. graphing linear equation مهم جدا لان مبني على فكره السلوب والريل لايف ابلكيشن. System of linear equation must be in exam. Trust me, must be in exam. And the system of linear inequality, maybe. بس موجودة في الـ SAT. النهاردة هنبتدي بالـ solving equation. وإزاي هنعمل solving equation؟ نشوف أول واحدة. اول حاجه لما تيجي عند سولفنج ايكويشن هنستعمل سبستيتيوشن، اللي هي يوزنج انسرز، ميبي يوزنج انسر، ميبي سبستيتيوشن من الانسر، او ممكن السبستيتيوشن فروم فيموس نمبرز. ممكن يبقى من فيموس نمبرز. ستريت فورورد لو هي مش لازم، يعني لو هي مش لازم حلها بالسبستيتيوشن، او السبستيتيوشن هياخد وقت، او لقينا ان الانسرز زي دي كده، الانسر فراكشن 9 اوفر 17، 9 اوفر 13، 33 اوفر 17، وهو نان كالكوليتور سيكشن، وهو نان كالكوليتور، يبقى ازاي انا يا مستر هعمل سبستيتيوت بالفراكشنز دي؟ الا اذا انا يعني هتاخد وقت جامد، وهي يعني اول 10 في النون كالكوليتور سيكشن، يعني لازم الواحده تاخد منك مثلا 30 سكند، مش اكتر من كده، عشان توفر الوقت للكويشنز الصعبه، عشان توفر الوقت للكويشنز الصعبه اللي هم اخر 5 من ام سي كيو والجريد ان. فلازم تبقى انت معايا ان انت تدور على الشورت كات، ان انت تدور على سبستيتيوشن. طبعا اهم حاجه في الاس اي تي سبستيتيوشن، سواء من الانسر اللي هي ورك باكورد او يوزنج انسر، او سواء من فيموس نمبرز يوزنج اد اند سبتراكت فراكشن. يعني ممكن نستعمل الفراكشنز، طبعا ممكن نستعمل فراكشن، يعني لازم اعرف ايه الفراكشنز، لازم اعرف اد، هاو تو اد فراكشنز، لازم اعرف ايه الفراكشن، هاو تو سبتراكت فراكشن، لازم اعرف ايه الفراكشن، هاو تو مالتبلاي، لازم اعرف ايه الفراكشن، هاو تو ديفايد، هاو تو ديفايد. ركز معايا، هنشوف ازاي هنعمل الاوبريشن على الفراكشنز بسرعه كده واحنا قاعدين. اما يجي يقول لي مثلا 1 اوفر 2 هاف، هاف مثلا، اما يجي يقول لي هاف بلس 1 فيفث، how to add، ازاي اعمل add. I can't add if there is no common denominators. You must have same denominators. اها، how to make common denominator. ريح دماغك بقى. الفيرست denominator، denominator يعني داون، اول denominator 2، يبقى هعمل هنا cross up وداون multiply 2. طيب ما الفراكشن ده السكند denominator 5، هعمل up وداون times 5 5 5.
هيطلع 5 over 10 plus 2 over 10. I can add now 7 over 10. طب هل ده simplest form؟ يعني مفيش common factor اقدر اعمل divide up و down؟ لا خلاص خلصنا. يبقى اول حاجة using subtracting و adding و multiplying fraction دي الاوبريشن بتاعت الفراكشنز لازم تبقى عارفها كويس. طيب how to subtract؟ same same، هو نفس السبتراكت. يعني ايه؟ اما يجي يقول لي مثلا 3، يعني لو قلنا مثلا 3 over 5 minus 1 over 6، اها يبقى here up down times 6 up down times 6 وهنا up down times 5 up down times 5. It makes اما اعمل fraction times fraction يبقى up times up bottom times bottom. 6 times 3 18، 6 times 5 30 minus 1 times 5 5، 6 times 5 برضو 30 and subtract 18 minus 5 13 و 30. ال 13 يا جماعة prime number، يعني ايه؟ ما ينفعش غير divide نفسه وال 3، يبقى ما فيش simplify، يبقى ده اخر ال simplify بتاعي 13 over 30. نيكست ايديا هنشتغل على الملتبلاي. مثلا 2 اوفر 7 تايمز 3 اوفر 8. قبل ما تعمل ملتبلاي اب تايمز اب وداون تايمز داون، انا ممكن اعمل سمبليفاي، وده هيسهل لي لان ده نون كالكوليتور سيكشن. ما عندكش كالكوليتور، ما عندكش كالكوليتور، يبقى لازم تعمل سمبليفاي. ال 3 وال 7 هل بينهم كومن فاكتور؟ ال 1 ال 3 تنفع ديفايد 1 وال 7 تنفع ديفايد سيم 1. 2 8 دو هاف سيم كومن فاكتور بين 2 اند 8؟ يس وي دو هاف، ويتش از وات ديفايد 2 ديفايد 2 ميكس 1، 8 ديفايد 2 ميكس 4. ليه بقى؟ افتر ميكينج ملتبلاي ات ويل بي ان سمبلست فورم، او لما تعمل الريدكشن ده 1 تايمز 3 3 7 تايمز 4 28. كده انا عملت ملتبلاي للفراكشن واد وسبتراكت باقي الديفايد. طب لو انا هاجي اعمل مثلا 1 اوفر 6 ملتبلاي 12، ها بتيجي كتير، اعملها ازاي دي؟ اها هاي ال 12 imagine it's over ايه 1 كانها اوفر 1، واعمل سمبليفاي 6، او ممكن اعمل 12 ديفايد 1 12 1 تايم 6 6 12 ديفايد 6 2، او ممكن نعمل كده ديفايد 6 1 ديفايد 6 12 ديفايد 6 2. اب تايمز اب بوتوم تايمز بوتوم ميكس وات؟ ميكس 2. اف اتس نوت ديفيزبل يبقى اب تايمز اب بوتوم تايمز بوتوم. طيب ازاي اعمل الميكسد فراكشن؟ ازاي اعمل ميكسد فراكشن لو جالي 2 اند هاف؟ ازاي اعمله فراكشن؟ هعمل ال 2 دي، بلاش خليها 2 اند 1 اوفر 5، هعمل 2d تايمز 5 واعمل الريزلت بلس 1. ستيب ملتبلاي ستيب بلس 2 تايمز 5 10، 10 بلس 1 11، يبقى 11 اوفر 5. 11 اوفر 5. هاو دو وي ديفايد؟ هاو كود وي ديفايد؟ هاو كود وي ديفايد فراكشنز؟ يو ماست ريمبر ذيس رول، اتس سو امبورتنت. اف اي جيف يو ثيرد ديفايد، ثيرد ديفايد 9 for example، third divide 9، how could we make third divide 9 equal when we divide fraction divide fraction؟ imagine this 9 كأن ال 9 دي over 1، تعمل fraction divide fraction، put the first as it is يبقى third، ال divide تبقى ايه؟ multiply، واقلب ال fraction تبقى 1 over 9. خلاص up times up bottom times bottom it means 1 over 27. be careful be careful we use this one a lot in SAT division fraction. يبقى قلنا لازم تعرف add subtract multiply for fractions، وبعدين use cross multiplication. امتى بستعمل cross multiplication؟ في فرق يا شباب ما بين حاجتين، لو انا عندي fraction multiply fraction او لو عندي fraction equal fraction. لاحظ خد الفرق، الناس بتغلط في الحاجات دي، فراكشن ملتبلاي فراكشن وفراكشن ايكوال فراكشن. هنا كروس، هنا هستعمل كروس.
لكن هنا up times up و bottom times bottom، احفظها كده. هنا fraction equal fraction هستعمل cross، وفي المالتبلاي هعمل up times up و bottom times bottom. اوكي طيب، ازاي هجيب ال value of x؟ كل ده تحضير كل ده تحضير لل solving equation، فركز معايا. ازاي هجيب ال value of x؟ اول حاجة لو ال x لوحديها، يعني 3x مثلا equal 6، هاي الكل عارفها، ديفايد كام؟ ديفايد 3، ديفايد 3 يبقى الاكس هي 2، ده ستريت فورورد. طيب لو انا جيت قلت لك ثيرد الاكس ب 4 يبقى الاكس بكام؟ اها، ازاي بقى اجيب الفاليو اوف اكس هنا؟ ممكن اعمل ديفايد ثيرد بوث سايدز او ملتبلاي ريسيبروكال. ايه الريسيبروكال هنا؟ اللي هو فليب ذيس فراكشن، بدل ما هي 1 اوفر 3 اقلبه شقلب وقلب، بتبقى 3 اوفر 1، شقلب وقلب 3 اوفر 1، 3 كانسل و 3، 1 كانسل و 1 واند اب وذ اكس. 4 تايمز 3 اوفر 1، الفرق كانها اوفر 1، واب تايمز اب بوتوم تايمز بوتوم ميكس 12. خلاص كده انا جبت كل الايديا بتاعت اللي هتساعدنا في حل الايكويشن وجت قبل كده في الاس اي تي. نشوف اول واحده معايا، بيقول لي ايه؟ 15x minus 3 equal 9x، 15x minus 3 equal 9x. فيفتين اكس ماينس 3 ايكوال 9x. ازاي احلها دي؟ انا سامع ناس بتقول كومباين لايك تيرمز. يبقى اول ايديا في سولفنج ايكويشن هجمع الليترز مع بعض والنمبرز مع بعض، يعني هي 15x ماينس 3 ايكوال 9x بلس 1. هاي هاخد ال 9x دي، الساين بتاعته فين؟ في الليفت، مفيش ساين يبقى بوزيتيف. When we take it to left make what؟ نيجاتيف. هاي والنيجاتيف 3 نيجاتيف، When we take it to right make it what؟ بوزيتيف. يبقى 15x minus 9x equal 3 plus 1 يبقى equal 15x minus 9x 6x equal 4. I need x as itself. Yes, divide by coefficient. Divide 6, divide 6. هتبقى ال x equal 2 over 3. ال x equal but there is no 4 over 6. لو جيت دورت مش هتلاقي 4 over 6، يبقى في simplify. طالما مش زيها يبقى خلي بالك ده straight forward. احنا شغالين straight forward. شغالين straight forward اللي انت اتعلمته في الماس يعني. يبقى divide 2 2 تطلع 2 over 3. طيب الطريقة الثانية substitution. أما تيجي تعمل substitution عادي، بص أنت هتحلها، سوري مش هتاخد منك 30 second. لكن أما تيجي تحلها straight for substitution، بص solve x يعني دي الإكسات، يعني ال 1 over 6 دي value الإكس، negative 2 over 3 دي value الإكس، 2 over 3 value الإكس، الإكس equal 1 value. أما تيجي تعمل substitution هعمل substitution بس الحاجة اللي هو ال 1 احطه مكان الاكس، هيبقى 15 تايمز 1، 15 تايمز 1 ماينس 3 ايكوال 9 تايمز 1 بلس 1. هل دي ترو ستمنت؟ 15 ماينس 3 12 و9 بلس 1 10. هل الليفت قد الرايت؟ لا، يبقى ده نوت سولوشن، خلاص عملت له كانسل. هاجي اجرب الباقي هلاقيه يا شباب صعب، صعب ان انت تتعامل مع الفراكشن في السبستيتيوشن. يبقى احسن حاجه ستريت فورورد. في حاجات احسن حاجه في الستريت فورورد؟ نعم، زي اللي جايه دي. بص اللي جايه مكتوبه ازاي وركز معايا. اما يجي يقول لي 5 تايمز، 5 تايمز k بلس 2، 2 ماينس 7 اوفر 6 ايكوال 13 ماينس 4 ماينس k اوفر 9. خلينا نشوف ايديا الاول هنا. اما اجي اقول لك 1 اوفر 4 اكزامبل تاني ده، اما اجي اقول لك 1 اوفر 4 هي ايكوال كام؟
1 over 4 يا مستر، 1 over 4 equal multiply 2 هتبقى equal 2 over 8 مثلا. 1 over 4 equal 2 over 8. ها up up divide up equal bottom divide bottom، يبقى 1 over 2 equal 4 over 8. يعني انا عايز اقول لك هنا ايه ده، هل ال half equal 4 over 8؟ اه. اما اعمل divide مين مع مين؟ اعمل simplify لل 4 وال 8. اوه اعمل سمبليفاي لل 4 وال 8، يعني اقدر اعمل ده ديفايد 2 ده ديفايد 2، يعني اقدر اعمل الدينومينيتور اللي هنا سمبليفاي مع الدينومينيتور اللي هنا، بس يبقى 4 ديفايد 8. يبقى انا احط في دماغي لو عندي 2 فراكشنز الدينومينيتور بتوعهم ينفع نمبر وينفع يتعمل له سمبليفاي، اعمل له سمبليفاي. يعني هنا كان في 6 وهنا في 9. انا سامع ناس بتقول ينفع يتعمل لهم سمبليفاي، ليه؟ لانها هتبقى اسهل. هي k بلس 2 كانت تايمز 5 ماينس 7 وهنا 13 ماينس 4 ماينس k. اقدر اعمل سمبليفاي بقى، بص بقى الحته دي ديفايد 3 2 ديفايد 3 3 وبعدين اعمل سمبليفاي للنيميريتور. انت بقى لازم تبقى عارف ده كل ده يحصل في ايه، في سكند. 5 تايمز كي، طالما عندي نمبر بره براكت اخد ال 5 ده كان انت عندك اتنين زمايلك جولك، هتسلم على واحد وتسيب التاني؟ لا. اوكي يو جونا شيك فيرست اند سكند. 5 تايمز كي مينز 5 كي، 5 تايمز 2 مينز 10 ماينس 7 اوفر 2 اند ذس 1 13 ماينس النيجاتيف. ايماجين اتس نيجاتيف 1، نيجاتيف 1 تايمز فيرست وتايمز سكند، يبقى 13 ماينس 4 بلس كي، 13 ماينس 4 بلس كي، 13 ماينس 4 بلس كي، اوكي اوفر 3. وبعدين اقدر اعمل سمبليفاي بقى، 5 كي بلس 10، 10 ماينس 7 ميكس 3، يبقى 5k minus 5k plus 3 over 2 equal 13 minus 4 تبقى 9 plus k over 3، وتعمل cross multiplication عشان قلنا fraction equal fraction. طيب الايديا دي هتسهل امتى؟ اما انت تبقى عارف البيز دي 2 3 عملت لها simplify 3 times 5 و 3 times 3 يبقى 15k plus 9، 15k plus 9 equal 15k plus 9 equal 2 times 9 18 plus 2k، 18 plus 2k combine cat 15 minus 2 هناخد ال 2k لل left opposite sign تبقى 13k equal و 18 minus 9 ب 9 يبقى 9 over 13 which is b. you must train yourself to circle like this, to shade like this. This is how to shade an SAT answer sheet. I hope this one useful to you. If you see this one useful, please subscribe to my channel to continue my lesson. Thank you for being with me and goodbye. This is Mr. Mehta.